نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبابي طلابي وزملائي السادة المستمعين المعلمين والتربويين والمهتمين بالعملية التربوية التعليمية، أبنائنا الطلبة والطالبات، المراهقين والمراهقات، أطفالنا، السادة المربيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معهد الدارين يقدم لحضراتكم اليوم الأمسية الرابعة من كورس الطفولة والمراهقة لمدرب التنمية البشرية أحمد عبد المنعم حجاج، سيرتي الذاتية، خبير تربية بوزارة التربية والتعليم، ماجستير في التربية، علم نفس تربوي، في إعداد برامج مهارات التعلم والاستذكار، وباحث دكتوراه في التربية علم نفس تربوي في رعاية واكتشاف الموهوبين، ومدرب معتمد بالتنمية البشرية، ومدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدرب ببرامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد بمشروع دعم التعليم، ومدرب لبرامج خرائط المنهج ونواتج التعلم، ومدرب في إعداد المدربين TOTS، ومدرب برامج تدريب معلمين ومعلمات، وأضيف باستمرار في تلفزيون الصحة والجمال والإرادة الفضائية وبالإذاعة المصرية في تقديم برامج تنمية بشرية. معلم المثالي على مستوى الجمهورية والقاهرة 2012-2013، والرائد المثالي جمهورية مركز أول 2010، ومدرب ببرامج قياس وتقويم بمركز رعاية الموهوبين بالقاهرة. انضميت حضراتكم إلى معهد الدارين، وهذا المعهد للتعليم عن بعد من المعاهد العريقة على مستوى الوطن العربي، وبدأنا نقدم كورس الطفولة والمراهقة منذ ثلاثة أسابيع، وقدمنا الحمد لله ثلاث حلقات إلى الآن، وهو الثواب والعقاب وإدارة الوقت ومهارات التعلم والاستذكار، واليوم بنقدم الحلقة الرابعة وهو ظاهرة الاغتراب لدى المراهقين والمراهقات. ظاهرة الاغتراب لدى المراهقين والمراهقات، أتمنى إن شاء الله يكون معنا اليوم طلابنا الأعزاء والسادة أولياء الأمور والمربيين والمهتمين بالعملية التربوية التعليمية، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا لأبنائنا في نواحي التربية وفي نواحي التعليم والمهتمين بالعملية التربوية والتعليمية. وهذه الظاهرة من الظواهر اللي بنحرص دائما على اننا نتكلم فيها في اي برامج تنمية بشرية او تعليم عن بعد او لقاءات مباشرة في الندوات والحلقات النقاشية، لان من الموضوعات الحية جدا على مستوى الطفولة والمراهقة. في البداية حضراتكم نتكلم عن يعني ايه اغتراب. موضوع الاغتراب حضراتكم ظهر في هو طبعا من قيم البشرية، ولكن هو ظهر على الساحة العالمية منذ الثورة الصناعية وثورة فرنسا، لما بدأ الآلة تخش والتكنولوجيا تخش في الصناعات وفي التجارة وفي الصناعة،
وبدأ يتقلص دور الفرد في انه ما يبقاش ليه دور لان الآلة دخلت، فبدأ يحس الفرد بانه منفصل عن ذاته او منفصل عن البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. حضراتكم يعني ايه اغتراب؟ هي حالة تعبر عن انفصال الفرد، وانفصال الفرد عن بيئته الاجتماعية التي يعيش فيها او المحيط به، فهي حالة من اللاوعي بما يدور حوله، يعني هو ليس واعي بما يدور حوله وليس واعي بذاته. يعني إذن الفرد لما يكون مش واعي بنفسه او مش واعي بذاته، يعني غياب الوعي، سواء هذا الوعي وعي فردي بذاته او وعي جماهيري عن الجماعة اللي هو يعيش فيها، يبقى إذن ده اسمه اغتراب. طيب يبقى إذن حضراتكم الاغتراب هو حالة من اللاوعي، سواء هذا اللاوعي لاوعي فردي او لاوعي جماهيري او جماعي بعيد عن الاخرين. كيف يحدث هذا الاغتراب؟ ازاي الظاهرة دي بتحدث لدى ابنائنا؟ فقبل ما نقول ازاي بتحدث، فلقينا انه كلمة اغتراب بدأت تظهر في العلوم بصفة مختلفة من علم العلم، ولكن هي بتدور حوالين معنى واحد. فسواء في اللغة العربية تعني الغربة أو الهجرة، أو في علم النفس بتعني الخلل العقلي أو غياب الوعي أو الشلل المؤقت للحواس. الاغتراب في علم الاجتماع يعني الانفصال عن انسان اخر او مجموعة من البشر، او عدم التواصل او عدم التكيف مع الاخرين. معنى الاغتراب الذاتي اي الغربة عن الذات او الشعور بالغربة عن النفس او الاخرين. اما الاغتراب في القانون يعني نقل الملكية الى الاخر، او انتزاعها من فرد ونقلها الى فرد اخر. الاغتراب في الدين يعني البعد والانفصال عن ملكوت الله، او بين الله وبين الانسان. اذن اي اغتراب ظاهرة تؤرق الفرد سواء على المستوى اللغة العربية كعلم، او على مستوى علم النفس او على علم الاجتماع. ففي ناس كتير قوي علماء اتكلموا في هذه الظاهرة، ويوجد ابحاث علمية كتيرة جدا عن هذه الظاهرة. واشهر عالم اتكلم في الاغتراب وقضى فيه وقت طويل في الابحاث العلمية عشان نشوف ايه الموضوع ده، هو العالم سيمان، من اشهر علماء الاجتماع المشهورين على مستوى العالم، وكان انشطهم في تخصصه الدقيق في ظاهرة الاغتراب. فهذا العالم بدأ يوضح لنا ان الظاهرة دي هي عبارة عن خمس صور، وهذه الصور اللي اتكلم عنها سيمان هي صور متدرجة من الاقل اهمية او الاقل خطورة الى الاكثر خطورة، فالاكثر فالاكثر فالاكثر، حتى تصل بالفرض الى انه ينتحر ويبعد عن هذا العالم. اقلها خطورة هي الصورة الاولانية، وهي صورة انعدام القوة. يعني ايه انعدام قوة؟ سيمان قال ان انعدام القوة ان الفرد بيحس انه غير قادر على التأثير في مجريات الامور، ولا يستطيع التغيير او التأثير في شيء
مما يشعره بأنه كالترس الصغير في آلة المجتمع الكبير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سينان بيقول إن لما يكون عندنا فرد حاسس إنه غير مؤثر في أسرته، أو كلمته ملهاش لازمة، أو كلمته مش مؤثرة في مجتمعه الصغير وهو الأسرة، أو ملوش كلمة، أو كلمته لا بتودي ولا بتجيب زي ما بيقولوا، فهو حاسس إنه كأنه ترس صغير سواء موجود في الآلة أو مش موجود، فمش مؤثر في الآلة الكبيرة اللي هي آلة المجتمع، فهو منعدم القوة. حتى احنا سعيد ساعات نقول ايه، انه حاسس كده كأنه كرسي في البيت، او يا ريت كمان محصل كرسي، ده ممكن يكون مش محصل رجل كرسي، يعني ملوش كلمة في البيت، غير مؤثر في البيت بتاعه كمجتمع صغير. فهذا الانعدام ده بداية الاغتراب. فبيجي بقى حد يسأل يقول طب هو بيجي امتى؟ بداية الاغتراب بتتكون عند الفرد من الطفولة، من بداية الطفولة، عشان نبقى بس واضحين السادة أولياء الأمور والمربيين والمهتمين بالعملية التربوية والعملية التعليمية. خلي بالكم أولادكم الصغيرين مهما يكون صغيرين لازم تسمعوا لهم وتخليهم يقولوا رأيهم، واستعملوا معاهم الأخذ والعطاء في الأفعال ورد الأفعال والديمقراطية والحوار، حتى يحسوا بأنهم ذات قوة مؤسسة في البيت، وإلا يبدأ عنده مثال. ممكن يكون عندنا طفل صغير في الأسرة وهو أصغر إخواته، موضوع بيحصل في الأسرة وليكن موضوع خطوبة أو زواج لإخواته الكبار أو أخته أو أخوه، فبيبدأ الكبار ياخدوا رأي كبار العيلة أو كبار الأسرة ويجوا عنده هو وما ياخدوش رأيه، فهو بيحس كده إن هو منعدم القوة، يعني ملوش رأي. ففي ناس يقولوا هو إحنا ممكن ناخد رأي الطفل في هذه الأمور الكبيرة اللي خاصة بتكوين أسر؟ نقول له أيوة، من حقه إن يبقى ليه رأي، حتى لو مثلا في وجبة غذائية هتتعمل في اليوم ده او مناسبة معينة، زي ما بنقول للاب تحب تاكل ايه النهاردة، او الاخ الكبير تحب تاكل ايه النهاردة، او الام تاكل ايه النهاردة، او الاخوات الكبار، نيجي للصغير برضو تحب تاكل ايه، واما يحس بانه ملوش رأي. لو احنا اهملنا هذا الطفل وما خليناهوش ليه رأي زي الكبار، يبدأ هنا يتكون يسمى بانعدام القوة، ودي أول صورة للاضطراب. طيب لما بتتكون بتعمل إيه؟ بتفضل جواه، فيحس بعد كده بقى الآثار السلبية على ذلك، بقى يحس باللامبالاة والنفور والبعد عن الآخرين والسلبية، اللي إحنا بعد كده لما بنيجي نقابله بقى أما هو كبير نقول له أنت سلبي ليه؟ هو سلبي ليه؟ لان اصلا الكبار وهو صغير ما كانوش بياخدوا رايه، فبالتالي اتربى على كده على السلبيه، وانه ملوش راي ما بياخدوش رايه، فبدا من وهو صغير يتكون عنده انعدام القوه بسبب التنشئه الاجتماعيه السيئه اللي هي ما بتاخدش رايه في امور خاصه بالاسره كفرد من افراد الاسره. فهنا بدا يتكون عنده ما يسمى بانعدام القوه. يعني كده هو قاعد معاهم تحت سقف واحد، في شقة واحدة، في أوضة واحدة، في بيت واحد، لكن هم غرب عن بعض، هو ملوش رأي زي الكبار، فيحس ان هو منعدم القوة. ده يعتبر اقل صورة من صور الاغتراب، ودي بداية تكوين الاغتراب من الصغر. يجي بعد كده صورة اخطر منها شوية، وهي انعدام المعنى. ايه بقى انعدام المعنى؟ انعدام المعنى هنا يعني زملائي الاعزاء والمربيين والتربويين والمعلمين والسادة المهتمين بالعملية التربوية، انه لابد ان احنا نخلي بالنا ان اولادنا لابد نخليهم يحسوا بانهم ليهم معنى، بان الاشياء اللي قدامها ليها معنى. فانعدام المعنى هنا يعني انه يشعر بانه غير قادر
في التفرقة أو التمييز بين الاختيارات والبدائل. فلو احنا ما قدرناش نخليه يختار لبسه، يختار أكله، يختار الفسح اللي عايز يروحها، يميز بين الحلو واللي مش حلو، يميز بين الأكلة دي والأكلة دي، أو مثلا البروفل ده والبروفل ده، أو البدلة دي والبدلة دي، أو المادة الدراسية دي والمادة الدراسية دي، بحيث إن هو يقدر يطلع السلبيات هنا والسلبيات هنا والإيجابيات هنا والإيجابيات هنا، ويقدر يميز. لو إحنا ما اديناهوش الفرصة دي في إنه يقدر يفرق أو يكون قادر على التفرقة أو يميز بين الاختيارات والبدائل، ويبقى قدامه اختيار واثنين وتلاتة، ويبدأ يعرف الحلو مش من اللي مش حلو، لو ما اديناهوش الفرصة دي يحصل عنده صورة أخرى من الاغتراب، وهي أخطر من الصورة الأولى، وهي اسمها انعدام المعنى. يشعر بإيه بقى؟ يشعر بحالة من الضباب والغموض والغيبوبة والغيامة وعدم الفهم لما هو صحيح أو خاطئ، يعني مش عارف الحلو من الوحش، لأننا إحنا ما اديناهوش فرصة إنه يفرق بين الحلو والوحش. يعني نقول له خلاص اختار دي، هي دي خلاص، دي كويسة، يجي يقول ليه؟ نقول له من غير ليه، هي كده. طب عرفني يا بابا انا ليه اخد القميص دوت او القميص ده او البنطلون ده او البنطلون ده، او مثلا البلوزه دي او البلوزه دي، او الاكله دي او الاكله دي. نقول له هي كده، هو ده خد دي ومفيش اختيارات. عندما نحرمه من الاختيارات بين البدائل او الخيارات اللي قدامه، واحنا اللي نختار له، زي مثلا نختار له لبس العيد، نختار له اللعبه اللي على مزاجنا، نختار له الدراسه المعينه اللي على مزاجنا، انه مش هو اللي يختار، لدرجه ان في اولاد بيصلوا الى الثانويه العامه ومش عارفين يختاروا المواد الاختياريه اللي المفروض يتخيروها هم. الاب هو اللي بيختار له، او الام، او اخوه الكبير، وعاوزه يطلع صوره طبق الاصل لاخوه الثاني او اخته الاكبر او اخوه الاكبر، ومش مراعين ان هو ممكن يكون عنده اختيارات غير اختيارات اخواته، فهم اللي يختارون. طيب يبقى اذا لما احنا بنحرمه من الاختيارات والبدائل، بيتكون عنده صورة من صور الاغتراب، وهي انعدام المعنى التي تشعره بالضبابية وعدم وضوح الامور والغيبوبة والغموض وعدم معرفة الأهداف لما هو صحيح أو لما هو خطأ. دي الصورة الثانية، ودي الأشد من الصورة الأولى. طيب سنان قال إيه؟ قال الصورة الثالثة عبارة عن انعدام المعايير. دي أخطر. انعدام المعايير تعني شعور الفرد بانهيار المعايير أمامه، وفقد الثقة في العمل الجاد، وده بيشعره بأنه لابد أن يلجأ إلى تحقيق أهدافه بطريقة غير مشروعة، مثل الغش أو الخداع أو التزوير، سرقة أو النصب، وده بيخليه يصبح عنده كل شيء في عينه سواء. طب نفسر أكتر. انعدام المعايير، أي مثال، لو كان هناك في شغل معين، او اب او ام او مدير او اخ كبير بيفتقد احترام الاخر، وبيبدا يهين الاخر امام الطفل، او مثلا يكون تاجر امام طفله عمال يغش في الشغل بتاعه، ويبدا يفهمه ان دي شطاره ودي جدعنه، واللي تعرف تغلب عبه، اللي هي بعض بقى الكلمات الموجوده اللي الناس بتستعملها عشان يقدر يغش او يخدع او يزور او يسرق، ومفكرها ان دي فهلوه وجدعنه. فهنا الطفل بيحس ان مفيش معايير صادقه الكبار ماشيين عليها، ده لدرجه ان الكبار بيجوا قدام القرايب او قدام ناس تانيه، يعني يحترموهم امام ولادهم، وبعد ما يمشوا
يسخروا منهم. فالاولاد يستغربوا ايه ده، هو بابايا او مامتي او خالي او عمي او استاذي او، ودي بنلاقيها كتير قوي، لو سمحتوا خلي بالكوا الساده المربيين والساده المعلمين، اذا كان هناك مدير مدرسه دخل على معلم في قلب الفصل وبدا المعلم يقول للولاد قيام يا ولاد، سياده المدير اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ويقعد يرحب بالمدير امام الولاد، وبعد ما المدير يخرج يبدا المعلم يسخر من هذا المدير في غيابه امام الاطفال، فالاطفال يبداوا يستغربوا ايه ده، هو ما فيش معايير ثابته نمشي عليها، هو ليه الاستاذ ده او المربي ده عمل كده قدام المدير ولما مشي عمل العكس، او ليه ماما بقت تحترم بابا قدامنا ولما بابا خرج ومشي بدات تطلع بعض الالفاظ، او مثلا تعمل اشارات بايديها على انه مثلا انه مش طبيعي، او اعملوا الولاد اللي تعملوه سيبوكم الكلام اللي هو بيقوله، او ساعات بابا برضو يعني يكسر كلام ماما، يجي قدام ماما ويعمل اللي هو بيحترمها قوي، وبعد ما تمشي او تخرج يبدا يعمل اشارات بايديه كانها مثلا سيده مجنونه بتهلوس، ده ما تسمعوش كلامها سيبوكوا منها، او مثلا يطلع لسانه كسخريه للاخرين. فالاولاد هنا بيحسوا انه ما فيش معايير ثابته المجتمع ماشي عليها، الكبار بيتكلموا كلام ويغيروا في كلامهم، فما فيش معايير، فهنا انعدمت المعايير، ما فيش احترامات، ما فيش اخلاقيات، فيبدا بقى يقول خلاص يعني كله محصل بعضه، الطريقة المشروعة زي الطريقة غير المشروعة، وبالتالي يبدأ الطفل هنا يتعلم الغش والخداع والتزوير والسرقة والنصب، وكله في عينه ليه؟ لأنه هناك ما فيش معايير ثابتة يسير عليها المجتمع، فيبقى هنا المعايير منهارة أمامه، ودي صورة أخطر تخليه قاعد في حاجة متضاربة الأفعال، ان الناس بتعمل شيء وفي مجال تاني بتعمل الشيء العكسي، فبيبدا يتكون عنده صوره ثالثه اخطر من الصوره الاولانيه والثانيه، وهي انعدام المعايير. بعد كده حضراتكم بنخش في الصوره الاخطر، وهي العزله او الغربه الاجتماعيه. الغربه الاجتماعيه بتتكون عند اولادنا ازاي او تعني ايه؟ هي شعور الفرد بان ثقافته تختلف عن ثقافة الاخرين، فيشعر بالوحدة والانعزال عن الاخرين. هدي لحضراتكم مثال واقعي قوي، وكان ده موجود في بداية التسعينات في المجتمع المصري، وهو الاولاد اللي ظهروا في بداية التسعينات وكان اسمهم عبدة الشيطان او الايموس. الاولاد دول ساعتها اتكلمنا وقلنا ان اللي ظهر الصوره اللي ظهرت عند الاولاد دول او الفريق دوت او الطائفه من الاولاد دول اللي هم عبدة الشيطان اللي سموا نفسهم كده او الايموس، دول فعلا كانوا وصلوا للعزله او الغربه الاجتماعيه. ازاي؟ بداوا يحسوا ان الثقافه بتاعتهم، الثقافه اللي اتفتحت على الغرب، بداوا يقلدوها وبداوا يؤمنوا بهذه الثقافه، زي مثلا قصات الشعر المختلفة أو اللبس المختلف عن الشعب المصري، أو الوشم على الدراعات، أو رسم الجماجم، أو بعض الرقصات اللي لا تمت إلى الثقافة العربية أو المصرية بشيء، الرقص على اليدين والتنطيط والعفرطة والشعوذة والدجل، الطقوس الغريبة، الطقوس الغربية، كل ده كان انتشر في بدايه التسعينات، والولاد دول انعزلوا عن المجتمع المصري وعاشوا مع بعض كفريق، هو يؤمن بالثقافه بتاعته ديت واختلف عن ثقافه المصريين، وبداوا للاسف المجتمع كان غفلان عنهم لفتره، لدرجه انه دخلوا القصر اسمه قصر البارون وبداوا يعملوا الطقوس فيها، والاخر اتمسكوا واتحطوا في السجن على انهم بيمارسوا طقوس تختلف عن طقوس المصريين، وحطوهم في السجن. ساعتها اتكلمنا حضراتكم وقلنا
ده صورة من صور الاغتراب، هي تعني الغربة أو العزلة الاجتماعية. الغربة أو العزلة الاجتماعية أي أنه هو يبعد عن الآخرين، لا يؤمن بثقافة المجتمع اللي حواليه، ليه ثقافة مختلفة، الثقافة الغربية أو الطقوس الغربية، زي ما بتقول الأخت سلمى في فريق الدعم. أيوة فعلا يا أخت سلمى، أنه ده فعلا طقوس غربية وهم بدأوا يمارسوها. وساعتها اتكلمنا وبدأت أنا أنزل في الجرايد بعض المقولات أقول أنه الأولاد دول ضحية المجتمع، أنه المفروض ندور على أهليهم. كان فين أهلهم لما خلوهم فقدوا المعايير؟ كان فين أهلهم لما خلوهم فقدوا المعنى وانعدمت المعنى عندهم؟ كان فين أهلهم لما فقدوهم القوة أن هم غير مؤثرين في المجتمع فتكون عندهم الصورة الأولى اللي هي انعدام القوة؟ كان فين أهلهم لما حصل عندهم انعدام معنى وبقوا مش عارفين الحلو من الوحش ولا يختاروا؟ كان فين أهلهم لما انعدمت عندهم المعايير وما بقاش فيه احترام وبقى هم كلهم معاهم الفيزا كارت ويروحوا الفلوس اللي هم عايزينها واللي هم عايزينه أهلهم موفر لهم وعايشين في عيشة رغدة وبيروحوا وبينفتوا على الثقافة الأجنبية والغربية ويجوا ويروحوا ويخشوا بعض النوادي ويمارسوا هذه الطقوس ومحدش قال لهم كده عيب ولا كده ما يصحش، راحوا المدارس أو ما راحوش مكتوبين حضور محدش كتبهم غياب، راحوا النوادي محدش قال لهم عيب، جات لهم بعض الشرايط الأجنبية اللي فيها الطقوس ديت أو بعض التيشيرتات السوداء أو بعض الحاجات اللي بيستعملوها في الوشم وبعض السيارات الفور باي فور واللي بيطلعوا بيها على المقطم ويرقصوا الرقصات بتاعتهم. ودي اسمها العزلة الاجتماعية، فبدأوا يمارسوا هذه الطقوس في أماكن مهجورة زي كان ساعتها قصر البارون وقصور تانية مسكون جواها، ولقوا إن هم معلقين بعض الجماجم أو رسوم بعض الجماجم وهم في عزلة عن هذا المجتمع. إذا اتكون عندهم الصورة الرابعة وهي صورة العزلة الاجتماعية. وبعد كده عمل عليهم أفلام وتمثيليات بقى الإيموس وعبد الشيطان ويعني دخلوا بقى في معترك بقى القانون، وهل من حقنا والقانون يدينا حقنا في الثقافة دي ولا القانون ضدنا، ودخلوا في معترقات بقى قانونية في المجتمع، وما زالت هذه المعترقات شغالة كقانون، هل من حقهم ولا مش من حقهم، لدرجة ان عندنا في المجتمع المصري وزارة الداخلية مفتحة عينيها قوي على الطائفة ديت. ليه؟ لان لو تفشت هذه الطائفة في هذا المجتمع سوف يتفشى صور الاضطراب في المجتمع، ويبقى المجتمع فيه كده بعض الامراض الاجتماعية والنفسية التي تضر بهذا المجتمع. اهلا استاذ مهدي. اهلا. بيقول انا اتعجب من الوالدين اللي ربوا ابنائهم على القيم والمبادئ ولما يعملوا اشياء مش كويسه يبداوا يصرخون عليهم وكان الابناء يعرفون كل شيء وكان فعلا يا استاذ مهدي، ان فعلا ده بعد الوالدين، بعد المربيين عنهم. ولذلك حضرتك في ساعتها في الموضوع ده انا اتكلمت في الجرايد وقلت دول الاولاد دول ضحيه المجتمع، وبدايه من الاسره الاب والام اللي كانوا غفلانين عن اولادهم دول بيروحوا فين وبيجوا منين، حتى لما بداوا يدوروا لقوا انه مكتوبين حضور في الكليات، موجودين حضور في المدارس وهم اصلا لا حضور ولا حاجه، وكانوا بيروحوا بعض النوادي ومعاهم بعض الشرائط ومعاهم بعض الصور وبعض التسجيلات اللي عبارة عن شعوذة ودجل وطقوس غريبة وطقوس غربية لا تمت إلى مجتمعنا بشيء خالص. فدي الصورة الرابعة من صور الاغتراب. الصورة الخامسة بقى دي أخطر صورة، وهي العزلة أو الغربة الذاتية. يعني هقول لحضراتكم انه في الغربة او العزلة الاجتماعية يعني هم عاملين زي ما بنقول كده بالبلدي كده شلة، الشلة
اللي بيروحوا الحته الفلانيه عشان يرقصوا او يعملوا الطقوس، دي كان اسمها الغربه او العزله الاجتماعيه، هم في غربه اجتماعيه عن المجتمع. وبيعملوا طقوس زي ما قلنا ان هي طقوس غريبه قوي. ممكن يطلع بقى من مثلا من مجموعه زي 10 اولاد او 20 ولد، يطلع ولدين او بنتين مش عاجبهم ده، عايزين حاجه اضخم من كده. الحاجه اللي اضخم من كده اللي ممكن توصل بيهم الصوره دي، تصل بيهم الى الانتحار، اسمها العزله الذاتيه، انه ينعزل عن الجماعه دول كمان، انه يقفل على نفسه اوضه ويدهنها اسود ويبدا يرقص رقصات غريبه على دماغه وعلى ايده ويتعفرط كانه محطوط في فيشه كهرباء وعمال يتنطط، ويشغل شرايط واصوات غريبه وصراخ. وهنا في الصوره ديت الفرد بيشعر انه رافض ذاته، مش طايق نفسه، حاسس انه يفقد الثقه في نفسه، حياته سطحيه، وجوده زي عدمه، هو موجود في المجتمع ده ليه؟ هو ملوش لازمه في المجتمع ده من وجهه نظره، ويقول ان انا بلا هدف، هو انا عايش ليه؟ مفيش هدف اعيش من اجله. وصل الى هذه الدرجه وقفل على نفسه، وقد يشرب بعض المخدرات او بعض المسكرات التي تفقده السيطره على حاله، ويبدا في ايوه سمعتي طبعا ده طبعا من حاجه من الظرف، انه بدا يحس ان هو ملوش ثقه في نفسه، ان حياته سطحيه، انه من وجهه نظره بلا هدف يعيش من اجله، ويشرف على الانتحار بدون ما يدرى هو بينتحر ولا لا. يعني ممكن كده يجي مثلا كده من على اعلى برج يعمل يقول انا هطير زي العالم الاخر ما بيطير زي الطيور، انا هعيش مع عالم اخر، العالم ده مش عاجبني، ويروح رامي نفسه من على برج كانه هيطير، او يرمي نفسه من على مثلا كوبري من على النيل كانه هيعيش مع السمك، وهيسيبه من الناس دول، الناس دول ما ينفعش يعيش معاهم، وهيروح يعيش مع عالم تاني وهو عالم السمك او عالم الطيران او عالم الطيور. ويبدا او ساعات يرقص على مسرح عالي كده، ويبدا يرقص رقصات غريبه، ويرمي نفسه من فوق، ويشرب مخدرات وهو فعلا مش دريان بنفسه، ويقع على جدور رقبته ويموت. يبقى اذا حضراتكم دي العزله الذاتيه او العزله او الغربه الذاتيه، دي اصعب صوره من صور الاغتراب. طيب اقول لحضراتكم على حاجه بقى عشان نبقى عارفين كده، الاغتراب ده بيتكون زي البركان من الطفوله، زي ما احنا خدنا كده من الطفوله يبدا يتكون انعدام قوه، ثم يزيد شويه مع الكبر انعدام معنى، ثم يزيد شويه انعدام معايير، ثم عزله اجتماعيه، ثم عزله ذاتيه. كل ده بيفضل مكبوت عند الولد او البنت لغايه سن 17 18، لغايه مثلا سن الثانويه العامه، ما بيقدرش يطلع اللي جواه، بيفضل كتمه وكبته في حاله من الكبت او الكتمان، ومش قادر يفلفص او يطلعه، لانه بيروح مدرسه ورايح جاي، فقد يكون عليه مراقبه من الاب والام. المشكله بقى ان واحد السن ده لما يخش الجامعه مفيش مراقبه، مفيش حد بيراقب ابنه في الجامعه، الولد راح، الولد جه، البنت راحت، البنت جت، محاضرة الصبح، محاضرة بالليل، محاضرة الصبح، محاضرة آخر النهار، مفيش بقى جدول زي جداول المدرسة. المدرسة معروف مثلا من 7 لغاية 1 لغاية 2 وبيرجع، لكن في أيام الكليات ممكن ما نشوفش الابن أو ما نشوفش البنت إلا تاني يوم مثلا، أنا نمت قبل ما هي تيجي، أو هي مثلا أو مثلا مامتها نامت قبل ما هي تيجي، أصل عندي محاضرة بالليل، عندي محاضرة كده. إنه في هذه اللحظة قد، وهنا بقول قد يكون الاولاد بداوا يعملوا ما يسمى بالشله او العزله او الغربه الاجتماعيه، بيروحوا اماكن الكليه خالص، بيتلموا على بعض وبيروحوا يعملوا الطقوس ديت واحنا مش دريانين، كاولياء امور او امهات او مربيين،
ومش يقعد يقول لك الواد فين في الكليه، البنت فين في الكليه، راح الكليه جه من الكليه، راح المحاضرات جه من المحاضرات، راح كل المحاضرات جه من المحاضرات، ونفاجئ بعد كده انه مثلا قسم شرطه او مثلا مؤسسه معينه بتتصل بينا، تعالوا استلموا ابنكم اتمسك في الحته الفلانيه او بنتكم اتمسكت في الحته الفلانيه، ومفاجئ ان هم تبع شله من الشلل دي. دي اسمها العزله الاجتماعيه. يبقى احنا نخلي بالنا قبل ما اولادنا يبدا يظهر عليهم، لانه الاصدقاء فعلا زي ما تقول الاستاذه سلمى بيشغلوا بعضهم وبيشغلوا نفسهم وبيبداوا يخرجوا مع بعضهم بدون علم الاهالي، وبيستغنوا عن اهاليهم عشان بيبداوا يتحاولوا مع بعض كاصدقاء، فهنا بيستغنى عن اهله. فاذا لابد ان الاب والام يتحاور مع الاولاد، انت رحت فين وجيت منين ومين صحابك وبتروح فين وبتيجي فين. وقد فعلا زي ما بتقول الاخت زينب، هل يمكن ان يحدث عند الهجره الى دوله اخرى؟ ده دي بتبقى مفرخه للاغتراب. واشكرك يا اخت زينب، ان كنت انت زينب محي الدين، اشكرك على الواجبات اللي انت عملتيها للحلقات السابقه. انت من الناس الممتازه، اشكرك يا اخت زينب محي الدين على الواجبات الجميله اللي بعتها لي على الايميل. وانا كفرد من افراد فريق معهد الدارين، انا بأوصي بالمعهد ان شاء الله يحط لك بوينت، نقاط مميزه لحضرتك، لانك متابعه جيده وعمل واجبات جميله قوي في التطبيقات التربوية اللي تبعتها لي على الإيميل. وأشكرك شكرا جزيلا. الله يعزك، شكرا فندم. فهنا لازم نخلي بالنا ان فعلا ولادنا لما بيخرجوا بره في هجرة، يعني مثلا برنامج زي مثلا البرنامج الثقافي الدولي اللي منتشر مثلا، قد اولادنا يروحوا في البرنامج دوت ثقافي دولي ويتأثروا بثقافة الغرب وينبهروا بيها وينسوا خالص الثقافه بتاعتنا. فدي نخلي بالنا منها قوي. يعني انا اقول لحضراتكم على تجربه شخصيه ليا شخصيا في الحته ديت. انا يعني في فتره من الفترات انضميت الى مؤسسه مصريه بمتابعه الدوله في ان انا اكون متطوع في هذه المؤسسه في التبادل الثقافي الدولي، وليا اولاد فعلا خدوا المنح ديت وراحوا بره وبداوا، وانا برضو استضفت عندي 12 جنسيه من جنسيات العالم، سواء ارثوذكس او كاثوليك او بروستانت او يهود او بلادين او مسلمين من ماليزيا ومن معظم دول العالم، استضفت عندي 12 جنسيه. لقينا ان الغرب ناس اللي جم عندي كانوا ناس ملتزمه جدا وناس زي الفل، احنا بس بننبهر ببعض السلبيات اللي موجوده هناك. وانا قلت الكلام ده قبل كده حضراتكم، احنا لما بنبص للغرب بنبص للاجزاء السلبيه او الحاجات المشينه وبنبدا اولادنا يقلدوها، لكن الغرب عندهم حاجات جميله قوي. انا يعني من متابعتي لهذا البرنامج اولادي استفادوا كتير جدا من الغرب في حته الصدق والصراحه وعدم الكذب والموضوعية وتنظيم الوقت والالتزام. ولكن الحاجات السلبيات هم من هنا واخدين برامج معينة، خلي بالكم السلبيات، ابعدوا عن السلبيات. وكنا بنديهم برامج تنمية بشرية ازاي تتعاملوا مع الغرب، وما تحاولوش تخشوا في موضوع الأديان ولا الموضوع العقائد، عشان ده مش هيقدر يخلقوا الثقافة. احنا بنقول ثقافة. فولادنا للأسف في بعض الأولاد اللي انبهروا بثقافة الغرب في بعض السلبيات، ودي كانت شواذ، بعض الشواذ اللي موجودة في الخارج، في زي الهجرة او رايح يعمل منحة او خارج بره، فبينبهر ببعض الشواذ. ودي رجاء اولياء الامور لو سمحتوا، خلي بالكم الموضوع ده قوي، وده منتشر هنا عندنا في المجتمع المصري. البنطلونات اللي هي بتتلبس كده على الخصر كده وتبقى نازله، البنطلونات ديت او بعض اللبس ده لبس شواذ بره، مش هي دي الموضه،
ده دي لبس بعض الشواذ، وده قلته قبل كده كتير، فاولادنا بياخدوها على ان هي دي موضه. لا دي مش موضه، ده دي لبس بعض الشواذ اللي بره. فللاسف اولادنا بدون ثقافه وبدون وعي بياخدوا الملابس دي، وبداوا بقت منتشره في مجتمعنا ان لازم يكون البنطلون ده ساقط او ما بين البلوزه والبنطلون حوالي شبر كده مبين الجسم. كل ده مش لبس ناس عاديين ولا ناس اسوياء، ده الشواذ اللي بره. فلو سمحت ولادنا، القصات الشعر اللي عامل لي زي عرف الديك والحاجات ديت، لازم نخلي بالنا. يا وسائل الاعلام، يا وسائل الاعلام لما بتعملوا مثلا تمثيليات او افلام او بتجيبوا بعض الاولاد اللي عشان ولادنا بيبداوا يقلدوهم، قصات الشعر الغريبه والكتابه على ويقعد يكتب دماغ على الدماغ القرعه زي بقى على لعيبه الكوره او الناس اللي بيعملوا حاجات غريبه كده. خلي بالكم وسائل الاعلام لو سمحت، اولاد عندنا ما عندهمش عائل، او العائل بتاعهم مش موجود او بعيد عنهم، فممكن يتاثروا باللي بيعملوه دوت. خلي بالنا تاثير بالغرب في الحاجات الايجابيه مطلب، ولكن الحاجات السلبيه مرفوض. ما نقلدش ثقافه الغرب في كل شيء، خد الحداثه ولكن نتمتع بالاصاله اللي احنا وارثينها كتنشئه اجتماعيه من اهالينا ومن عروبتنا ومن نهضتنا ومن مصريتنا وعروبتنا وتاريخنا والعراقه والاصاله، ولكن نرفض ما هو حديث سلبي. فلو سمحتم الحداثه مطلوبه في اللغه وفي التكنولوجيا وفي التقدم العلمي والابحاث، والا تقع فيما يسمى بالاغتراب. فيعني عايز اقول لحضراتكم الحمد لله تمتعت بابنين من اولادي خرجوا بره في الغرب وعاشوا مع اسر الهوست فاميلي، وانا برضو جي عندي اولاد برضو كهوست فاميلي من جميع دول العالم عشان نعرف ثقافه الغرب والناس دي شغاله ازاي، وخدنا الايجابيات ويعتبر وردنا الايجابيات بتاعتنا. لازم الغرب يعرف ان احنا مش عباره عن كوخ ولا هرم ولا جبل بس، ده احنا عندنا الحداثه وعندنا الاصاله وعندنا الصدق وعندنا الصراحه وعندنا الموضوعيه وعندنا الاخاء وعندنا المحبه. فلابد ان تنتقل هذه الثقافه عشان الغرب ما يفضلش واخد عننا الصوره ان احنا عايشين في الجبال وعايشين بالجمل وفي الجبل والكوخ. لا، ده احنا عندنا اصول وعندنا علم وعندنا ثقافه عاليه قوي. فمن خلال هذا البرنامج اللي انا اشتركت فيه انا واولادي، الحمد لله بدا ازاي نتعامل مع الاخرين وناخد الايجابيات. فلازم اولياء الامور لو سمحتوا خلي بالنا، لمعظم الشباب زي ما بتقول نوره عبد المنعم بتقول، بس معظم الشباب لو كلمتهم عن موضه اللبس بيقول لك احنا في القرن 21 يعني في تطور، معظمهم مش بيفكر. يعني بصوا حضراتكم اولادنا عاوزين الكلام باللين وبالاقناع، فلما نيجي نقول له هي دي مش موضه، نقول له دي مش موضه، دي مثلا ديت البس الموضه بس اللي هي بتاعت عامه الناس الصوره العامه الكبيره، لكن الصوره الخاصه الصغيره بتاعت البنطلونات ديت مثلا او اللبس ده بتاع منطقه شواذ هم اللي بيلبسوا اللبس ده. فالغرب بيصدر لنا الحته ديت واحنا بدون وعي بناخدها كصوره عامه، لكن هي دي صوره خاصه لبعض الناس. فنتكلم مع اولادنا بالراحه، لازم حد يقنعهم، هم ايش عرفهم، احنا ككبار لازم نفهمهم وبالراحه ونوري له قصات الشعر بتاعتنا تبقى عامله ازاي والتهذيب والنظافه. يا جماعه ده احنا في اولاد عندنا في المدارس الواحد يعني لما بيجي حتى يطبطب عليه كده وايده تيجي على شعره بنقرف من ايدينا جت على شعره من كتر الحاجات اللي هو حاططها. وعلى فكره معظم الاولاد اللي بيصلعوا بدري وشعرهم بيقع هم اللي بيستعملوا المواد الكيماويه اللي بتلزق وبتعمل شعرهم المدبب والشعر الغيب دوت كده. وده كل دي مواد كيماويه بتفسد البشره بتاعه الدماغ وبتتسلل من
فروة الرأس بعض المواد الكيميائية دي التي تصيب أولادنا بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية كسرطان الجلد وبعض السرطانات اللي بسبب التقليد الأعمى. فلازم فعلا زي ما أستاذ مهدي بيقول كل راع مسؤول عن رعيته، فربنا هيحاسبكم على أولادكم طالما فعلا كل راعي مسؤول عن رعيته. فأولادنا رعية وتحت مسؤوليتنا وهنحاسب عليهم طالما هم في كنفنا وهم تحت سيطرتنا، نقدر نتكلم معاهم بالوعي والثقافة والإقناع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، فلازم نخلي بالنا من هذه الصور الخمسة بتاعت صور الاغتراب اللي بتظهر في الشباب، بتتكون في الطفولة لغاية نهاية المراهقة وتبدأ تخرج على الساحة زي البركان في الشباب. طيب حضراتكم لو جينا بقى لجزئية تاني، قلت انه ايه هي الآثار السلبية للاغتراب؟ عشان نخلي بالنا كده أولياء أمور ولادنا أمهاتنا أخواتنا الكبار المعلمين، ساعة ما نلاقي ولادنا بيبعدوا عن المشاركة الاجتماعية يبقى دي بداية اغتراب. يعني إيه مشاركة اجتماعية؟ يعني مثلا تيجي تقول له مثلا إيه، مش هتخرج مثلا في رحلة مع زمايلك، يقول لك لا هو عاوز ناس معينة. طب مش هتروح مع المدرسة في الحتة الفلانية، يقول لك لا. طب مش هتروح النادي، يقول لك لا انا منتظر بس اصحاب معينين هخرج معاهم. طب مش هتخش انتخابات بتاعت المدرسه مثلا او بتاعت الفصول كامين وامين مساعد، يقول لك لا انا ماليش في الكلام ده. طب مش هتروح رحله مع زمايلك، يقول لك لا انا ماليش في الكلام ده. ساعه ما يحجم ويبعد عن المشاركه الاجتماعيه يبقى خلي بالكو دي بدايه الاغتراب. المشاركه الانتخابيه لما يجي مثلا يخش بقى كده في العشرينات كده وتقول له طب روح قول صوتك، يقول لك لا 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 انا ماليش في الكلام دوت. طب اعمل اشترك في جامعه البيئه، يقول لك لا 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 انا ما لا الكلام ده مش انا ما منفعش فيه. طب روح زور مثلا الاخرين اذا كان حد مريض، يعني عايد الاخرين، او روح سلم على الاخرين، روح شوف المريض، او روح عند مثلا فرح بنت عمك او فرح ابن عمك، او روح الحته الفلانيه، او روح المعازي الفلاني، يقول لك لا 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 انا ماليش في الكلام ده. ايه الافراح ولا المياتم ولا الناس بتقعد تسلم على بعضيها كده؟ فاذا كان هناك بعد او احجام عن المشاركه الاجتماعيه كالمشاركه الانتخابيه او تكوين جماعات بيئه او عياده الاخرين او مشاركه الافراح هو منعدم عن هذه المشاركه ومحجم عنها، يبقى هنقول لحضراتكم خلي بالكم ولادكم في حاله من الاغتراب. الأستاذة زينب برضو بتقول إن هما بيفضلوا الجلوس على النت. أنتوا عارفين يعني إيه جلوس على النت؟ يعني هو كده مش عاوز يقابل الناس مباشرة ويفضل قاعد على النت كده. طب ما أنت كده عمال تتكلم مع الناس بطريقة غير مباشرة. بس خلي بالكوا هو بيختار أنهي جماعة اللي بيتكلم معاهم. فلو قاعد بيعمل أبحاث علمية أو مشاركة إيجابية مع الآخرين خير وبركة. لكن بيشارك بعض المنحرفين او المنحرفات او بعض المواقع الاباحيه او بعض مثلا الموضوعات الغير لائقه تربويا واخلاقيا، يبقى هو كده بيختار مجموعه معينه ضد المجتمع او هي بعيد عن المجتمع. فهي ديت بقى الجماعة اللي بنقول عليهم زي الايموس او الجماعة اللي ضد المجتمع. كنت مرة حضراتكم في برنامج تلفزيوني والمذيع بيقول لي ايه، طب يعني كده زي الالترس؟ قلت له لا اسف، الالترس دول شباب وفتيات بيحبوا مجتمعهم قوي لدرجة انه بيقطعوا تذاكر على حسابهم وبيسافروا ورا نادي نادي بيشجعوا. ده يعتبر ناس بتحب وطنها وبتحب بلدها، ده مش اغتراب. طيب فهنا الاستاذ مهدي بيقول لي هو في
هناك دواء لهذا المرض. طبعا هنتكلم في الاخر ايه العلاج، يعني هنتكلم حضرتك حضر استاذ مهدي هنتكلم عن العلاج ازاي. فاذا كان ولادنا بيبعدوا وبيحجموا عن المشاركه الاجتماعيه او بيقعدوا عن النت مع بعض الافراد المنحرفين او ما بيشاركوش في الانتخابات او ما بيشاركوش في تكوين جماعه بيئه او عياده الاخرين، ما بيروحوش يزوروا حد لا في افراح ولا في مياتم ولا حد مريض، يبقى دي بدايه اغتراب، ده اثار سلبيه للاغتراب. طب ايه تاني؟ نفترض ان انا كاب قلت لابني روح الفرح ده او روح الميتم ده وتروح عزي مكاني وما رضيش، فانا خدته غصب عنه. لو خدته غصب عنه فهو متضايق، ممكن المعارضه بتاعته والصدام يزيد. لو لقينا في معارضه وصدام وعنف مع الاخرين وصراع معهم عشان نجبرهم على انهم يشاركوا يبقى ده اغتراب. مثال، ممكن انا اغصبه على انه يروح ميتم او معازي، فقلب المعازي يقعد يضحك او يقعد يهرج او يقول نكت او يبص الناس وهي عماله تسلم على بعضيها ويبدا يعمل حركات كده بحيث ان هو غير موافق على اللي بيحصل في هذا السرادق، فيبدا يصطدم مع الاخرين ويبقى عنيف معاهم ويقعد يسخر منهم، ولدرجه انه ممكن باباه او اخوه كبير يقول له امشي امشي روح، او ممكن في قلب فرح يروح مدي كرسي كده في الكلوب ويعمل مشاكل ويقلب الفرح نكد. طالما عمل كده يبقى مش عامل حساب للاخرين، يبقى ده شاب او مراهق مغترب عنده اغتراب وجيه هنا غصب عنه عشان والده غاصب عليه او عشان بس يبقى كده قدامه الصوره ويجي في الصور انه جه فرح ابن عمه او بنت عمه بس، لكن هو غير راضي عن كده، هو ما بيحبش المشاركه دي، فيروح عامل خناق او عامل يبقى عنيف مع الناس عشان يقولوا روح، ما يقول يعني زي تقول احسن اللي جات منكم قلت له روح، فممكن يعمل مشاكل. فاللي بيعمل مشاكل في الافراح او المياتم او حاجه زي كده هو ده اثار من الاثار السلبيه للاغتراب. فهنا الاستاذ مهدي بيقول قد تكون طريقه التعامل هي اللي بتخليه يتصرف كده. ما هو اللي خلاه يتصرف كده ان هم اصلا ما ربوهوش على انه يشارك الاخرين، فجم بعد ما كبر بياخدوه يشارك الاخرين. طب ازاي؟ انت ما عودتوش ليه من الصغر؟ عشان كده بنقول للاباء والامهات من الصغر خدوا اولادكم وانتوا رايحين المسجد او انتوا رايحين الكنيسه او انتوا رايحين لمعازي او انتوا رايحين فرح، عودوه ازاي يشارك الاخرين. الاستاذه زينب بتقول هل ممكن اعتبارها حاله طارئه او مؤقته؟ هو ليه حضرتك بتعتبريها حاله طارئه؟ انت لو خدتي بالك حضرتك انه لو الموضوع ده متكرر عنده بكتير يبقى ده اغتراب، لكن لو مره كده لاحظيه تاني ولاحظيه تالت ورابع ومواقف متشابهه، لو لقيتيها بتتكرر يبقى ده اغتراب. لكن لو مره عابره في العمر او كل 5 6 سنين كده مره عابره يبقى كان ناوي الاغتراب يتكون بس ممكن يتلحق. فخلي بالكم من الحته دي قوي. عودوا اولادكم على ان مثلا لو في حد من قرايبه عنده فرح او ميتم او في مشاركه في المجتمع، يعني مثلا هقول لحضراتكم على حاجه. في المناطق العشوائيه لما النور بيقطع كتير او الميه بتضرب او صرف الصحي وبيجي بعض العمال مثلا بيصلحوا في الشارع كده، ممكن انت حضرتك كأب او كأم تنزل تقول له ايه؟ خد يا ابني صينيه الشاي ديت ونزلها للناس اللي شارعين في الشارع. لو قال لك انا ماليش في الكلام ده يبقى ده ابتدى اغتراب. لكن لو لقيته نازل قاعد مع شباب المنطقه وحوالين الصناعيه او الاسطوات اللي بيصلحوا في الشارع الكهرباء او الميه او الصرف الصحي او بيعملوا حاجه، واقف بيشارك معاهم، اطمن على ابنك قوي لانه يعتبر كده ده سد مكانك في المنطقه. او لو لقيته مثلا واقف مع صنايعيه في قلب البيت، اذا كان عندك مثلا بتنحر شقه فوق او بتبلط شقه وانت رحت الشغل وهو واخد باله وبيحاسب الصنايعيه واقف مع ده واقف مع ده وبيعيش الدور بتاع الرجوله بتاعته وبيشارك الاخرين، يبقى اطمن على ابنك. لكن لما يكون معاك عايش في البيت وفي فوق صنايعيه شغالين وهو بيطلعش ولا عارف ايه اللي بيحصل فوق، ولا عارف يطلع لهم كوبايه شاي، ولا عارف يقول له الله ينور عليك يا وسطى، ولا بيروح هنا ولا يروح هنا، يبقى خلي بالك
انتبه لابنك، دي بداية اغتراق. الاثار الثالث وهو احساسه باللامبالاة، حواليه ناس عمالة تتشال وتتنكت، الاب بيتخانق، الام بتتخانق، الاخوات مش عارف بيعملوا ايه، وهو واقف كده ولا بيه ولا عليه، ملوش دعوه باي حاجه، وينفر من الاخرين ويسخر منهم، وقد يلجا الى الادمان عشان يبعد عن هذه المشاكل، الهروب من المشكلات، الهروب بالنوم، ياخد اي مثلا منوم وينام، او ياخد اي برشامه وينام بيها، او اي شويه دواء يقول لك عشان ابعد عن المشاكل دي. ولكن لو دخل في المشاكل وبدا يشترك في الحل يبقى ده انسان سوي عادي. ف الاستاذه زينب بتقول لك انه قد يكون مشغول بشيء ما، يعني وضح حضرتك مشغول بشيء ما ازاي؟ يعني لما يكون مثلا بابا ومامته عمالين في مشكله ويتخانقوا مع بعض وبيشدوا، وهو يروح واخد مديهم ظهره كده ويروح ماشي وسايبهم، مشغول بايه؟ مين اهم من بابا وماما؟ ومين اهم من اخواتي؟ شارك وابدا احل مشاكلي ومشاكل مشاكل اخواتي ومشاكل ابويا ومشاكل امي ومشاكل الجيران. ف لا حضرتك العمال اللي في البيت لازم يشركوا. ليه؟ اصلا مش قاعد له ولا مامته قاعده له، قد يصبح الصبح يلاقيني مش موجود، قد يصبح الصبح يلاقي امه مش موجوده، يعمل ايه؟ نفترض ان مثلا عندنا بنت مثلا عندها 15 16 سنه، فليه الام ما تعودهاش على انها تشترك مع الاخرين؟ لان مش عدالها، تقول لها يا بنتي لا يجرى لي حاجه يبقى انت على الاقل عارفه مين دوت ومين دوت ومين عمتك ومين خالتك ومين، وتروح تعزي ازاي وتروح تشاركي ده ازاي وتروح الافراح هنا ازاي وتجاملي الاخرين، لان يا بنتي انا مش قاعده او انا تعبانه انا مش قادره انت تحلي محلي. او الاب يقول لابنه انت الراجل اللي مكاني لو انا سافرت او خرجت، يبقى انت تخلي بالك من المواضيع. عيشوه يا جماعه في انه يشارك المجتمع، لدرجه ان هقول لحضراتكم على حاجه، من المفروض ومن الاصح ان اذا كان في مصروف بيترك في البيت من الاب للام، المفروض الاولاد يشاركوا ويعرفوا المصروف ده كام وبيصرف فين وهكذا. ففي ناس بتستغرب تقول لك الله الطفل ماله ومال حاجه زي كده. لا، هو فعلا لازم يشترك في كده. ليه؟ نفترض ان الطفل او المراهق دوت عاوز شيء، وقد الشيء ده ممكن يؤجل، فلو هو شاف المصروف يا دوب هيقضي الشهر بالعافيه، فيقول لماما مثلا ايه يا ماما انا محتاج مثلا الكشكول الفلاني او الكتاب الفلاني، بس ده ممكن على الشهر الجاي مفيش مشكله. لكن لو شاف ان في رغط وفي عيش وفي فلوس كتيره، ممكن يقول لهم هو ممكن انا شايف كده ان ممكن الطلب بتاعي يجي الاسبوع ده او الشهر ده، ممكن. لو هم عودوه على كده يبقى هنا فعلا زي ما تقول زي ما بيقول الاستاذ مهدي انه بيتعلم كيفيه الصرف ويتصرف ازاي في المال، وازاي تتقسم المصروف، انه مثلا الجزء ده للاكل، الجزء ده للفاكهه، الجزء ده مثلا للكهرباء، الجزء ده للميه، الجزء ده مثلا لبعض الطوارئ زي الادويه، الجزء ده يتعلم على الاقل حتى تنظيم الصرف بيروح فين. فلو احنا شاركنا اولادنا كده مش هيبقى عنده لا مبالاه ولا يلجا الى ادمان ولا يلجا الى الاخرين ولا يخرج هنا ولا، وبالتالي يتحمل المسؤوليه. يبقى دي اسمها اثار الاغتراب. يبقى اثار الاغتراب السلبيه انه يبعد عن المشاركه الاجتماعيه، انه يبعد عن الانتخابات، انه يبعد عن جماعه البيئه، انه يبعد عن عياله الاخرين، انه يبعد او يحجم عن مشاركه الافراح او المآتم، انه يزيد المعارضه والصدام، انه يزيد عنده العنف مع الاخرين، الصراع معهم، الاجبار على انه لا يشارك الاخرين وليس يبقى مجبر، انه مش عايز حد يجبره. استاذه زينب يا ريت حضرتك بس تكتبي بلون غير اللون ده، لان اللون ده مش باين قوي والا يسبب له الحزن. بيعرف يخش على والده القليل. انا مش يا ريت حضرتك بس تكتبي باللون الاسمر بقدر الامكان، لان اللون الاصفر مع الشاشه صفرة كده انا مش قادر اقرا يا استاذه زينب بعد اذن حضرتك. فيبقى لازم نخلي بالنا من الاثار السلبيه دي. طيب
لو حضراتكم بدأنا نتكلم عن بعد كده طريقة العلاج بقى، كنا لسه بنتكلم من شوية، هو الكلام ده ليه علاج؟ أيوة حضراتكم ليه علاج. الله، يعني لو أنا ابني عنده السمات دي ممكن يتلحق؟ أيوة ممكن يتلحق. حضراتكم الاضطراب بيتكون من الطفولة زي ما قلنا، لكن بيظهر في الشباب، يعني ما بيقدرش الولد او البنت يجرؤ يطلع الكلام ده الا في الشباب، في سن الشباب، بعد بقى صراع الاجيال، ويبدأ عاوز يعني يظهر نفسه. ايوه بدأت كده، انت برضو حضرتك بتختاري الالوان المفرحة او يعني، والا يسبب له الحزن بأن يعرف دخل والده القليل. لا يا فندم، لا يا فندم، ما يعني لابد انه حتى يتعلم انه حتة دخل قليل او دخل كثير نعلمه انه هناك بركة. يعني اقول لحضرتك على حاجة، يعني نعرفه انه هناك بركة، الموضوع مش بكتر الفلوس ولا قلة الفلوس، احنا لازم نعرفه ان هناك ورقة. ممكن يكون ناس معاهم فلوس قد كده ويتخبط خبطة في عيله، او يجيله شوية امراض والعوذ بالله يضيع اللي وراه واللي قدامه. فالله يعزك يا استاذ مهدي، الله يكرمك يا فندم، الله يعزك. رجاء انه ده يكون نفس التعامل ان شاء الله مع اولادنا. انا مش بتعامل مع اولادي بس كده، انا بتعامل مع الشباب والفتيات اللي عندنا في التعليم الثانوي. يعني انا في التعليم الثانوي 27 دفعه اتخرجوا من تحت ايدي، وما زلت افتخر ان انا ماسك القلم والتباشير على السبوره، ومش عايز اي عمل قيادي، لان انا بتبسط قوي ان انا اتعامل مع الاولاد في السن دوت، وببدا اتعامل معاهم كاب وكمرشد، كمرشد طلابي من خلال مادتي علم النفس والاجتماع في الثانويه العامه. فده شغلي الاساسي والمهم واللي اعتز بيه، وافتخر ان انا معلم خبير، خبير تربوي، وافتخر بكده. ومن دي من اشرف المهن وامتع المهن اللي بجد فيها متعه، لما بيتخرج من تحت اولادي اولادي وبيبقوا اصدقائي واحبابي بعد كده، وبيكون ليهم تاثير في المجتمع بعد كده. الله يكرمك. الطاقة الإيجابية بقى والتنمية البشرية دي من الحاجات الجميلة قوي، إن إحنا بنعتبر قدوة لأولادنا. يعني حتى وأنا موجود على السبورة بنبدأ نقول للأولاد إنه أولاد محدش شايفني دلوقتي وأنا معاكم إلا ربنا، اتبهوا، تحملوا المسؤولية مع أهاليكم، مش كل حاجة دروس خصوصية، المناهج الدراسية موجودة في كتب واللي عاملها خبراء، الكتب الخارجية كلها مقتبسة من كتاب المدرسة الأساسي، كتاب الوزارة الأساسي. اتحملوا المسؤولية، انتوا أولى بالفلوس اللي بتصرف في الدروس الخصوصية. الكلام اللي بيتقال هنا على السبورة وفي الفصل اللي هو نفس الكلام اللي ممكن يتقال في أي سناتر، بس انتوا بتستقطبوا بيت منه هنا في المدرسة ببلاش. فهنا صدقوني الأولاد بيحترموا المعلم، وبيجولوا بدري وبيحضروا الحصص بتاعته، وممكن تبقى المدرسة بلا أسوار لو بقت بالطريقة دي. فيعني أنا عايز نقول لحضراتكم إنه ده فخر لينا، إنه إحنا معلمين وتربويين، ويخرج من تحت إيدينا أولاد ممكن نصلح بيهم المجتمع. مش عاوزين ولادنا يخرجوا من تحت إيدينا ونحاسب عليهم قدام ربنا. هنقول لربنا إيه؟ هنقول لربنا ايه؟ لاننا احنا مسؤولين عن هذه الرعية. فالعلاج لابد ان احنا ننشر الوعي، ونقصد هنا الوعي المستنير وليس الوعي الزائف. ياما في ناس حضراتكو بيقعدوا يوعوا ناس ويبقى وعي زائف، ويضحك عليه ويقولوا كلام معسول. احنا عايزين كلام جد فعلي، ننشر الوعي والثقافة والطريقة المستنيرة لدى الشباب، ونحسسهم بقيمتهم في الحياة، وإن الحياة سامية، وإن ليها أهداف، ويكون ليه أهداف في المجتمع. و الأستاذ مهدي بيقول لكن هذه المهنة مع احترامي لها ليس كل معلم يستاهل هذه المهنة. هقول لحضرتك على حاجة، يعني بدون قسم،
في معلمين كتير قوي 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 يمكن افضل مني وافضل وافضل وافضل، ولكن الا من رحم ربي، وده بينعكس عليه وعلى بيته وعلى اولاده وعلى صحته وعلى جاهه وعلى ماله. ف يعني كل كلمه بيقولها المعلم لاولاد الناس، خلي بال حضراتكم ان احنا في عندنا ناس في اولاد ما لهمش عائل، طلع ما لقاش اب او ما لقاش ام او ما لقاش اخ كبير او ما لقاش ام بديله او اب بديل. فانت كمعلم بتقعد معاه حتى لو ليه اب او ام، انت بتقعد معاه اكتر ما بيقعد مع ابوه مع امه. دلوقتي الناس بتكالبها على الثروه بتخرج ما بتشوفش ولادها، المعلم اكتر واحد بيحتك بالطالب، فازاي هتكون مؤثر في او في اولاد الناس؟ قيمه الحياه الساميه، اهداف المجتمع، علموه اهداف المجتمع ده غاياته ايه، اهدافه ايه، عشان ما يحصلوش ضبابيه. الضبابيه بتيجي من عدم الوعي، ما هو الاغتراب يا اخوانا لو سمحتوا هو عكس الوعي. الوعي هو الشفافيه، هو النور، هو الثقافه. الاغتراب هو الظلمه، هو الغيامه، هو الغيبوبه، هو الغش، هو الخداع، عكس الوعي. فلابد ان احنا نبين لاولادنا غايات المجتمع ونحسسهم بظروف المجتمع ومشكلاته. مثال مثلا ظروف مجتمعنا المصري دلوقتي مش بيستاهل ان احنا نخرج في الشوارع ونقعد نعمل هتافات او نعطل مرور او يعني نكسر رصيف او نكسر مثلا لمبه في الشارع بتنور او نكسر اسفلت او نشرط في مترو او نوقف اتوبيس. مجتمعنا من 2011 وهو عاوز يقف على رجله، على الشباب، على المعلمين، على التربويين، ان احنا نتكاتف ونبين لاولادنا ازاي نقف كايد واحده نخرج ولادنا من الاغتراب اللي هم فيه. ولادنا في اغتراب فعلا، ولادنا مش عارفين يروحوا منين ويجوا منين، ودي مسؤوليه النواحي التربويه من الاسره والمدرسه. مؤسسات مهمه جدا تعالج الاغتراب، وسائل الاعلام، ارجوكم نرجوكم وسائل الاعلام تكاتفوا مع الاسر، تكاتفوا مع المدارس. الاستاذ مهدي يعني لكن انا شفت في الصالح وفي الطالح. نعم نعم نعم، هو طبعا واحنا لسه بنقول والا من رحم ربي، لكن فعلا في صالح وفي طالح، ولكن احنا يا ريت الصالح يكون هو الغالب وهو اللي ظاهر قوي على الساحه. ايضا علاج وهو بس روح النجاح والطرق السليمه. نعلم اولادنا ان النجاح بالطريق السليم افضل من الغش ومن الخداع ومن التزوير ومن التدليس. خليك فخور انك نجحت بمجهودك، ما تبقاش نجحت بغش ولا خداع. الطرق المشروعه، نجاح بالطرق المشروعه. اتقبل ذاتك، اذا كنت انت مستطول نفسك او مستطخن نفسك او بتقول ان انا اسمر او انا قصير او انا خين قوي او انا مش شغال او انا عاطل او لا، اتقبل ذاتك، حاول تحسن من نفسك. زي ما احنا بنقول كده الطاقه الايجابيه، ادي نفسك طاقه ايجابيه، انت تقدر تعمل حاجات كتيره قوي. يعني مثلا انا بخاطب دلوقتي الشباب والفتيات، لو سمحتوا الحياه بتاعتكم مش ملككم لوحدكم. ايها الشاب، ايتها الفتاه، لو حرمت نفسك من الحياه ارتكبت جرم امام ربنا وامام نفسك وامامنا، احنا لينا حق عليكي. قد تكون مخترعه تفيدينا باختراعك، قد تكون مبتكر تفيدنا بابتكارك، ليه تحرمنا من وجودك؟ ليه ما تطلعش ابتكاراتك وابداعاتك؟ ليه ما تعيش زي بقيه المخلوقات؟ ليه تبقى ضد ربنا؟ ربنا عايزك تعيش وعايزك تخترع وتنفع مجتمعك. تقوم تنتحر وتموت كافر؟ تقوم تعمل ترميمات؟ استاذ حامد كمال، معلش اعذرني الخط صغير، لو سمحت حاول تكبر الخط. في عند حضرتك كده على اقصى اليمين تحت في سهم مكتوب عليه ارقام، تك عليه وتك على رقم اكبر شويه من ال 12 او ال 11 ده، عشان انا فعلا مش عارف اقرا صدقني، معلش.
فعشان اقدر ارد على حضرتك. فلابد ان يكون هناك بس لروح النجاح السليمه المشروعه، ان اولادنا يتقبلوا ذاتهم كاناس داخل مجتمعهم، يقدر ذاتهم. احنا بنحبكم يا اولاد، صدقوني احنا بنحبكم، مش عايزكم تنتحروا ولا عايزكم تبعدوا عننا. انتوا يعني قاطره المجتمع، الشباب والفتيات هم قاطره المجتمع اللي هيقدروا يجروا المجتمع الى الامان، والا الاستاذ حامد ممكن تكبر الخط لو سمحت، الخط 18 يتمكن من قراءته بسهوله. يا ريت والله يا استاذ حامد بعد اذن حضرتك. فاحنا عايزين نقول لكم يا شباب يا فتيات، مجتمعكم جميل، مصريتكم وعروبتكم حلوه قوي، ثقافتكم جميله قوي، ما تحاولوش تخش على الثقافات الاجنبيه الغربيه السلبيه وتحاولوا تقلدوها. احنا بنديكم ديمقراطيه وحريه وليس تطاول او تعدي على الاخرين، لابد ان انتوا تفرقوا بين الحريه والتطاول. استاذ مهدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. نعم نعم، ربنا يجازيك خير يا استاذ مهدي. طبعا احنا دلوقتي يا استاذ مهدي بنقول ان فعلا الاباء فين والامهات فين؟ ما هو انا بتكلم دلوقتي مش الطلبه بس ولا المراهقين ولا المراهقات بس، انا من في الاول قلت لو سمحتوا انا عاوز اللي يقعد قدامي كمان طبقه المثقفين والاباء والامهات وحتى العوام، الناس اللي على قدهم في التنشئه الاجتماعيه، مش لازم يكون ثقافته عاليه قوي يعني، مربي ولاده مسؤولين منه لو سمحتوا. انا بكلم كل الثقافات دلوقتي، ولادنا في رقبتنا، الاباء والامهات، وقلتها كذا مره قبل كده، يا اخواننا لو سمحتم خدوا اولادكم اصدقاء، اتكلموا معاهم، خليهم يطلعوا اللي جواهم، افتحوا لهم مجال الديمقراطيه والحوار، التواصل التواصل، احنا بنفتقد التواصل، التواصل مهم جدا، الحوار مع اولادنا لازم نخلي بالنا من الحته دي قوي، لان فعلا افتقاد التواصل كمهارات من ضمن مهارات الجميله قوي ان احنا نتواصل مع اولادنا بدل ما يروحوا يتواصلوا مع الشله، الله اعلم بيها هتكون الشله دي توديهم فين. واحنا بنسمع اخبار سيئه جدا عن شباب زي الورد وبيتمسكوا في حتت وفي بعض المعتقدات السلبيه اللي يعني يخشى عليها الجبين، وبيحطوا اهاليهم في صوره سيئه جدا امام المجتمع، وهذا لا يمنع ان اهاليهم مسؤولين مسؤوليه كامله عنهم لانهم رعاه لهذا السن اللي محتاج ان نقف جنبه. فاذا على المجتمع وعلى اولياء الامور وعلى الساده المربيين انه يبثوا روح النجاح السليم والمشروع ونشر الوعي لاولادهم والطرق الساميه وغايات المجتمع وظروفه ومشكلاته، نحكي مشكلات المجتمع لاولادنا عشان يحسوا ان فعلا احنا نقدر يعني نقف وقفه كده لمجتمعنا. ف يعني كانت وقفه جميله قوي لو تفتكروا اولادنا الشباب في بدايه ثوره 25 يناير لما كانوا عاملين لجان شعبيه واقفين وبيحموا الشوارع والميادين وبيحموا المحلات وبيحموا المواصلات، وكانت روح جميله قوي. اين هي؟ مين اللي دخل بينا وعمل التفرقه دي؟ مين اللي دخل بينا من الغرب وعاوز يفرق ويضيع القاطره بتاعتنا؟ القطر اللي بدون قاطره يعتبر قطر مش متحرك. فالغرب بيدور على القاطره وهم الشباب والفتيات اللي بيهم يوقف بيها مجتمعنا. احنا بنقول لهم لا، انتوا كطاقه ايجابيه تقدروا تجروا مجتمعنا الى التقدم والى الخير والى النجاح السليم. انا نفسي استمر مع حضراتكم اكتر من كده، ولكن عشان مش عايز اطول على حضراتكم، انا في النهايه
اتمنى لكل الاباء والامهات والمربيين ان احنا نخلي بالنا من ولادنا وظاهره الاغتراب منتشره في مجتمعنا. ولادنا قاعدين معانا تحت سقف واحد ومش عارفين نتواصل معاهم ولا يتواصلوا معانا. ننزل لاولادنا ونسحبهم الى تفكيرنا، نوطي على اولادنا وننحني ليهم ونطلع الى فوق وهم معانا فوق، ما نديش ظهرنا لاولادنا، نتواصل معاهم، نشاركهم في امورهم، نصاحبهم، نهرج معاهم، نقول نكت ونشتغل جد ونشتغل نكت. لان في علم النفس لو في نقطة طلعت تعبر عما يجيش بداخلهم، لو في تهريج طلع هنعرف ايه اللي بداخلهم، لان في ساعات كلمات بتطلع بالتهريج فتعرف ان ده اصلا مظبوط ولكن طلع بتهريج. فابدا ناقشه في التهريج اللي حصل دوت وخدها محمل الجد وابدا اتكلم معاه، انت ايه اللي خلاك طلعت النكتة ديت او قلت الكلمة المضحكة ديت؟ طب اشمعنى اخترت ديت؟ طب تعالى نحللها، طب تعالى نتكلم. يبقى في اسلوب حوار مع اولادنا، نديهم ديمقراطية، نديهم حرية وليس تطاول، نعلمهم يعني ايه اخذ وعطاء، نعلمهم يعني ايه تضحية، نعلمهم يعني ايه مجتمع، نعلمهم يعني ايه ممكن تشتغل هنا احسن ما تخرج بره وتهاجر وتغسل صحون وتنقم على مجتمع بعد كده ما تخرج. سهل جدا ان احنا نتعامل مع اولادنا ونبدأ ناخدهم الى بر الامان. وفي النهاية انا اقدم لحضراتكم بعض التطبيقات التربوية اللي مطلوبة من حضراتكم بحيث ان احنا نبدأ نطبقها، ودي تعتبر هي الواجبات بتاعت الحلقة. لو سمحتوا نكتب كده اول سؤال واحد. اكتب بعض المشكلات الحياتية التي تلاحظ على ابنائنا وتفسر بانها اغتراب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وجزاكي اختي ثانية ربنا يجزيك خير. فاحنا عايزين نقول السؤال ده انه ممكن حضراتكم تكونوا شايفين مشكلة قدامكم وما كنتوش مفسرين المشكلة دي هي حدثت ليه. اربطوها دلوقتي بقى بمشكلة الاغتراب. هل المشكلة دي تعبر عن اغتراب؟ يبقى حضراتكم الأستاذ مهدي بيقول الحقيقة لما بننظر للقول بننبهر ولما تيجي للتطبيق بنصطدم. لا حضرتك، أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني لما تيجي تطلب من أولادك في ناحية نظرية وقول، حاول الكلام اللي تقوله يبقى قبل التطبيق، ما يبقاش الناحية النظرية أو الكلام في وادي والتطبيق في وادي تاني. فلو حضرتك ماسك سيجارة وتقول لابنك ما تشربش سيجارة يبقى ده كلام مش مظبوط. فيبقى نخلي بالنا حضراتكم انه لما نتكلم كلام يبقى الكلام على قد الفعل. مهدي بيقول انا طالب في الثانوي استاذي. في الثانوية. ايوه مهدي حبيبي. يعني انا هقول لك على حاجه عشان برضو ما تظلمش بعض الاباء او ما تظلمش بعض المعلمين. في اجيال اتظلمت في النواحي التعليميه في المجتمع بتاعنا من النواحي التربويه والنواحي النفسيه، ولذلك انا بنادي لو سمحتم المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم والمسؤولين في الدوله، ماده دراسيه زي ماده علم النفس وعلم الاجتماع للاسف اتشالت من علمي
وبقت خاصة بأدبي. ألا يوجد فيها نواحي تربوية مطلوبة لكل الأولاد؟ هذا المنهج ما فيهوش نواحي تربوية؟ يعني ندي النواحي التربوية للأولاد بتوع أدبي بس وبتوع علمي؟ لأ، مش مطلوب مننا أنا كمدرس في قلب الفصل أتكلم عن النواحي التربوية والأخلاقية ومشكلة زي الاغتراب أو مشكلة أساساً زي البطالة أو مشكلة زي الشخصية، أتكلم مع بتوع الأدبي بس؟ ليه ما أتكلمش مع بتوع العلمي؟ ليه ما يبقاش المنهج في علمي زي الأول؟ ليه ما ينزلش الإعدادي؟ ليه ما ينزلش الابتدائي؟ ليه ما ينزلش الحضانة؟ ليه ما يبقاش في توعية الأولياء الأمور بالنواحي التربوية والنواحي النفسية والنواحي الاجتماعية؟ أولياء الأمور والمعلمين اتظلموا في إن هم ما خدوش الكلام ده عشان يطبقوه. لو إحنا إدينا للكبار الكلام ده ما كانش انعكس على الأولاد. فلذلك ساعات إن بلاقي طالب زيك يا مهدي بيقول لي أنا والدي بيعاملنيش كده أو مش كل المدرسين بيعاملوني كده، أقول له لأنه اتظلم، لأنه برضو اتظلم في المجتمع، ما خدش النواحي التربوية ديت ولا خدها بصورة زينا كمتخصص. أنا بتكلم كده عشان أنا راجل متخصص وكل الأبحاث بتاعتي في المواضيع دي. فهل كل المعلمين أو كل الآباء خدوا الكلام دوت؟ أنا بطالب بأدنى، بس بأدنى، حتى بعض المعلومات تبقى موجودة في المنهج من الكيجيهات، وبعض التعليمات اللي تبقى موجودة لأولياء الأمور يشتركوا مع أولادهم في المنهج ده. ودي يعني ده اقتراح بقدمه، إن يبقى في تطبيقات تربوية في الكتب. مطلوب إن الولد أو الطفل أو البنت إنه يعمل ده مع الأب أو الأم كواجب منزلي للأسرة. نكلمه مثلا عن الشخصية، نكلمه عن المشكلات الحياتية، نقول له شارك باباك أو شارك مامتك أو شارك أخوك الكبير، واعملوا لنا مثلا وليكن 3-4 سطور 5-6 سطور عن حاجة زي كده. نواحي تربوية، نواحي أخلاقية، نواحي علمية، نواحي ثقافية. ونبدأ نشرك أولياء الأمور. مع مرور الأيام مع الخطة المستقبلية هيتغير المجتمع. علم النفس وعلم الاجتماع موجود في الغرب اللي احنا بناخد بنقول سلبيات، موجود كمواد أساسية في التربية والتعليم في المدارس. ازاي يكون قائد المدرسة قائد وليس مدير، عنده مهارات التواصل ومهارات التفاوض ومهارات الاستراتيجيات المعينة كقائد تربوي؟ ازاي يكون الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي النفسي، المعلمين بجميع طوائفهم في المواد المختلفة ازاي الناحية التربوية؟ فما تزعلش يا مهدي اذا كان هناك بعض التقصير من بعض اولياء الامور او بعض المدرسين. فيعني المجتمع برضو كان شريك في جزء كبير منهم، ولكن احنا ما زلنا كنقابة معلمين وكأكاديمية مهنية للمعلمين ان ممكن سهل جدا نطالبهم بان يتعمل برامج و تدريبات لطوائف من المجتمع في ازاي نتعامل مع اولادنا. واللي هي بتتعمل دلوقتي كتنميه بشريه بره بقى بفلوس وتتعمل في مراكز وهكذا، لكن ممكن تتقدم. يعني انا كواحد من افراد المجتمع بقدم الكلام دوت في بعض المؤسسات والجمعيات الاهليه والخيريه، وبنجمع اولياء امور وبنتكلم معاهم في حاجات زي كده، وبنجمع الاطفال والاولاد وبنتكلم معاهم في ازاي يتضافروا ويشتركوا مع اهاليهم يتحملوا المسؤوليه، وبنعرفهم لو ما اشتركناش ممكن نقع في مرض زي مرض الاغتراب او عدم الوعي او النقمه على المجتمع. وخلي بالكم ان قد يكون ولادنا كده ضد المجتمع، ما عندهمش انتماء لان المجتمع ما علمهمش وما ربهمش. فمعظم الابحاث اللي اتعملت على الجواسيس اللي ضد المجتمع هم كانوا عايشين في حاله من الاغتراب وعدم التواصل مع اهاليهم او اساتذتهم او مربيهم او كبار اللي موجودين حواليهم. فارجع تاني حضراتكم واقول على الواجب انه ازاي
تقدموا لنا مشكلة، المشكلة دي تعبر على أن هناك اغتراب، قدموا لنا بعض المشكلات اللي موجودة تثبت بأن الأولاد دول في حالة من الاغتراب. أدي سؤال. السؤال الثاني أقول لحضراتكم أنه عاوز 5 علامات أو مؤشرات تقول إن لما أشوف المؤشرات دي في شباب أو في فتيات أقول إن دول عندهم اغتراب، فما هي بعض المؤشرات وليكن بين قوسين 5 مؤشرات كآثار سلبية للاغتراب بنلاقيها في أولادنا. أنت من المغرب يا مهدي، أنا مش من مصر، أنا من المغرب وعجبتني المحاضرة وحبيت أشارك، لازم تتكرر هذه المحاضرة. الله يا مهدي، أهلا بيك كأخ عربي عزيز علينا، وكل المصريين بيرحبوا بيك، ومعهد الدارين بيرحب بيك وبيرحب بكل الإخوة العرب، والكلام ده يعتبر عام في كل الأسر العربية. احنا بنطالب ان كل الاسر العربيه ولادنا يعني كنز كبير قوي، ولادنا مبدعين وثبتوا جدارتهم بره في الغرب، لما بيخرجوا بيطلعوا من الاوائل، فمش عاوزينهم يهربوا مننا. ربنا يبارك فيك يا رب. السؤال الثالث برضه حضراتكم انه عايزين نقترح بعض الاساليب التي تعمل على علاج الاغتراب، ازاي نعالج ولادنا من الاغتراب. اقترح بعض الاساليب لعلاج الاغتراب. يعني انا مش عاوز حضراتكم تنقلوا الكلام اللي على الشاشة دلوقتي وتحطوه لي، انا عايز حاجات تاني من عندكم. ازاي؟ اسلوب زي ايه؟ يعني ايه انشر الوعي؟ انشر الوعي ازاي؟ يعني ايه انشره بطريقة سليمة؟ اديني امثلة. ازاي حسسهم بقيمة الحياة السامية؟ اديني امثلة. ازاي نحسسهم بغاية المجتمع؟ اديني مثال. بظروف المجتمع زي ايه؟ ودي احنا بنعيشها في الايام دي من 2011 لغاية دلوقتي، فسهل جدا ان احنا مشكلة الاغتراب دي تقل من اولادنا في الايام القادمة ان شاء الله، اللي تكونت منذ 2011 حتى الان، فاللي هي ظهرت في الخروج على المجتمع ببعض السلبيات. فاحنا عايزين نعالج الكلام دوت. ازاي نعلمهم يعني ايه طريقة نجاح سليم، يعني ايه تنجح، يعني ايه طرق مشروعة. فاحنا عايزين بعض الاساليب، وليكن مثلا 5 اساليب لعلاج الاغتراب. في النهاية احمل لحضراتكم كل امنيات معهد الدارين وامنياتي وتمنياتي لمجتمعنا العربي، انه يبدأ يتواصل مع اولاده ويطلع شبابنا وفتياتنا زي الفل. وان شاء الله انا تحت امر حضراتكم لو في اي اسئلة، فانا في انتظار حضراتكم. وهنبدأ الوقت ان شاء الله اقدم لحضراتكم الشريحة الاخيرة. بشكركم على هذا التواصل، و أنا أخوكم أحمد عبد المنعم حجاج. الإيميل بتاعي حضراتكم أنا كنت كاتبه على الشريحة، ما أعرفش هو اختفى ليه. DR أحمد حجاج بالإنجليزي AHMED@yahoo.com. اكتبوا لحضراتكم على الشات لو امكن ان شاء الله، او حضراتكم ادي الايميل tr.ahmed@yahoo.com. ده الايميل تواصل ان شاء الله حضراتكم. اشكركم الاستاذه زينب، مظبوط.
وفي الفيس حضراتكم احمد حجاج بس، يعني حضراتكم لو بس كتبت احمد حجاج بس اللي هي دي كده احمد حجاج، ده صفحة الفيس. في صفحة تاني حضراتكم دي خاصة بالكورس، اسمها كورس الطفولة والمراهقة. ده كورس الطفولة والمراهقة، كتب بالإنجليزي، حاضر اتكلم بالعربي، هو أصلا بالعربي. أهو حضراتكم كورس الطفولة والمراهقة، كورس الطفولة والمراهقة ده الفيس التاني إن شاء الله، وتليفوني تحت أمر حضراتكم لو في أي تواصل تحت أمر حضراتكم 010-577-6125 تحت أمركم في أي سؤال. أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم طيبين، والامتحانات على الأبواب لأولادنا، شد حيلكم ربنا معاكم. إن شاء الله أنا متواصل معاكم كل يوم سبت من الساعة 8 لهذا الكورس، ودي الحلقة رقم 4. إن شاء الله نتقابل في الحلقة 5 إن شاء الله المرة الجاية، وهي عن الإرشاد النفسي. ده الحلقة رقم 5. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدم شكري للأستاذة سلمى في الدعم الفني والزملاء القائمين على هذا المشروع المجانا لوجه الله، الأستاذة أماني وكل القائمين وكل أصدقائنا العرب قائمين على هذا المشروع، وربنا يجازيكم خير لما تقدموه من خدمة جليلة لأبنائنا في الوطن العربي وأرجاؤه وشتى الوطن العربي. سلامي لحضراتكم وتحت أمركم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت حضراتكم، كان الطلب مني الحلقة الثالثة اللي هي أسس الاستثمار الفعال، الناس عايزينها إن شاء الله تنزل. أنا عارف إن في ضغط عليكم كمعهد، ربنا يكرمكم إن شاء الله ويجازيكم خير، فعاوزينها بس تنزل عشان في ناس متواصلة وبيسجلوها وبيعرضوها في أماكن كتيرة، بحيث إن هي تقدر تعم الاستفادة إن شاء الله. لأنه بتعرض في مراكز كبيرة، يعني بتسجل وبياخدوها تعرض في مراكز كبيرة قوي، بحيث إن هي أو في بعض المؤسسات الأهلية الخيرية. وأنتوا عارفين حضراتكم إحنا بنمر الأيام دي بأيام بيوم اليتيم، فأولادنا محتاجين المحاضرات ديت، ويعني يعتبر من ضمن الأعمال الخيرية اللي حضراتكم كمعهد بتقوموا بيها. فرجاء الحلقات اللي تنزل مثلا بعديها بكام يوم كده تبقى مسجلة تاني، عشان اللي ما قدرش يتفرج عليها يتفرج تاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ سلمى، شكرا، جزاك الله خير، والزملاء الأعزاء. اتفضل لو في أي سؤال تحت أمركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم، الله يكرمكم، شكرا. شكرا أستاذة زينب، وأنا بوصي فريق الدعم إنه يبقى ليكي إن شاء الله شهادة بالشغل بتاعك الجميل ده، وما تحرمناش منه إن شاء الله في الأيام اللي جاية إن شاء الله. شكرا أستاذ مهدي، وشكرا لكل اللي سمعونا واتفرجوا علينا، و ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. خلاص اوكي، يبقى بنوعد الاستاذه زينب ان شاء الله بعد النهايه هيبقى ليها شهاده في المساهمه معانا ان شاء الله، ان هي حضرت الكورس في نهايه الكورس ان شاء الله.
ان شاء الله يا استاذه ساميه، باذن الله. هو في المحاضرات السابقه كان في اتنين نزلوا وموجودين على المواقع بتاعتنا ان شاء الله، والتالتة ان شاء الله هتنزل، المعهد هينزلها ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه ديت، ودي ان شاء الله كمان تتسجل وتنزل تاني، يبقى كده الاربعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا استاذه ساميه ان شاء الله. العفو يا استاذ ابني مهدي، العفو يا ابني، وسلامي ليك ولكل الاخوه المغاربه والعالم العربي وفريق الدعم كله، بنشكرك وشكرا على تواصلك معنا.